أهلا وسهلا، أهلا وسهلا وأزول وسلام وسلام. المهم هذا الخبر سمعتو شحال هادي ما عجبنيش، عاود دابا سمعتو دابا وكيجي جدري القرود يا ربي السلامة. كورونا، حرب كورونا، حرب أوكرانيا، جدري القرود، عدوى نادرة تهدد العالم، عدوى نادرة تهدد العالم. هادشي يضحك ويبكي، والله القسم إلا كيضحك ويبكي. كيفاش مزيان بلاتي؟ المهم قال لك سيدي هاد جدري القرود، تجنب المخالطه الجسديه، التعناق والبوسه المهمه تحيد، سواء عنده زعما تيفيتا داكشي تيفيتا الكوخا كوخ صحي في الحقيقه، ارتداء قفازات ومعدات حمايه عند مازال ما عندنا حتى مرض يا ربي السلامة، مشيتي تشوف شي مرض، الحرص على غسل اليدين بانتظام عقب الاعتناق بهم، الاعتناق بهم والاعتناء بهم، الاعتناق داكور الاعتناق ما عندنا ما نديرو به، والمرضى مازال ما عندناش الحمد لله. المهم الحمى، الاعراض ديالو الحمى، الصداع، الالم، الم العضلات، الم الظهر، تضخم الغدد، شنو هادي الميقاويه والميفوينه ما عنديش ما عرفتهاش انا هادي، القشعريرة، الإرهاق، الطفح الجلدي، الله ينجينا. الدول اللي بان فيهم أستراليا، أمريكا، إيطاليا يا ربي السلامة، عامرة بالمغاربة، حتى أمريكا يا الله تنجي جميع البشرية، بريطانيا، السويد، البرتغال، إسبانيا، اللهم نجينا من هاد الشيء هذا. فوالا دونك نشوفو كنت هضرت أنايا على سميتو، على ان المغاربه خصهم يبلغوا السلطات، مقدم البوليس، الجدرميه، اي حاجه شافها خص البوليس يديروها اشهار ديالهم في الاخبار ديالهم، يقول لهم فوالا الارقام ديالنا، اللي شاف فيكم شي حاجه اتصل بينا، ويعطيهم لي تليفون في كيدوزو لي واتساب، يدوزو لي كاميرا، دوز لي فيلم، اللي صور شي حاجه ديال شي اجرام او شهد بالكاميرا ديالو يزيفتها ويبقى انونيم، والدوله تكلف به، السلطه تكلف به. دونك نخليكم مع هاد المغربي الشهاده ديالو كيفاش كيدوي، وغادي نخليكم مع شهاده اخرى ديال على زيطوط وعلى غني وعلى داك الشيء، لان الواتساب راه ولا مهم بزاف. السلام عليكم سي غادي، تحياتي ليك. جوست اون بريف، واحد الكونفيرماسيون لهذاك المغاربه حبابنا اهلنا في الداخل، يعرفوا شويه ديال المعلومات من الناس ولادهم اللي عايشين في الخارج. الا يبقى شي واحد يبدا يقول لكم تعاون مع البوليس يدان برقاك، تعاون مع السلطه يدان برقاك، تعاون، غادي يضحكوا عليك. باغيين بلادك تكون فيها الفتنه ويكون فيها الاجرام ويكون فيها السيبه. تعال لاوروبا وتعيش وتشوف بعينيك، او لا نهار يجيو شي وحدين من عائلتك من اوروبا سولهم، قول لهم كي دايره اوروبا، كي داير الاوروبيين بارابور لي زوتوريتي ديالهم. ما كاينش شي اوروبي ما عندوش النوامر ديال لا بريفيكتور لي جوست اكوتي، ولا ديال الكوميساريا وديال الكوميسير وغيرهم، لدرجه ان الكوميسارية دايره اون ابليكاسيون دو شات كتشبه الواتساب. نهار كله اي واحد ممكن يمشي خارط ويدخل بالسميه ديالو كنيتو بكل شيء ليه، يعيط ليهم ويصيفط ليهم ويصور التصويره ديال شي منظر مثلا بغى يصيفطو ليهم، وهما تيتجاوبوا معاه وغادي هكاك. شوف شي بشكل ذات سرقات شي طوموبيله، شي واحد كي فونداليزي فيها، شي دريه مثلا تيتحرش بها شي واحد، شي دري صغير بغى يتحرش به شي واحد، نيمبوت كوا، شي طوموبيله كارات واحد الوقيته مثلا وراي جوج سيمانات وهي محطوطه تمايا، يقدر يكون فيها شي كادافر، يقدر يكون فيها سلاح، يقدر يكون متفجرات، يقدر ديك الساعه كلشي كيتبلغ سيغ لو شون، ما كاينش. ها علاش هما سابقيننا؟ ما تيحشموش من هاد المسألة، عندهم بالعكس واجب وطني، كيقول لك هادي بلادنا ماشي بلاد البوليسين، البوليسي هذاك راه غير قاري البروسيسوس وقاري لا بروسيدور وكيعرف البروتوكولي لي شوز وقاري شوية ديال القانون وفاهم وعارف الحيتيات كيفاش هو ممكن يأنكادري واحد المسألة وقعات. اللي بغيت نبه لا دارنيير فوا قلتها، خص المواطن المغربي راه دخلوا ليه في راسو
الانظمه المعاديه للحريه الحقيقيه اللي كيسميو راسهم التيك، اللي كانوا كيسميو راسهم شيوعيين، شيوعيين ولاو اشتراكيين شويه، ولاو اتحاديين ولا ولاو الى كذا وكذا وكذا، كيدربوا ولاو في الخضور ولاو في ليفار ولاو في الاوزون. راه البوليسي والامن راه ماشي عدو ديال الشعب، راه البوليسي والامن راه اللي كيحمي الشعب، راه البيبليك ديال التيران اللي كيدخل للتيران وسمعتهم كيعايروا البوليس راه ما تقبلتهاش، راه البوليس كيامنك. انا ما كلفنيش البوليس نهضر على الهضره، كنبني على كنبني على اللي شفتو بعينيا، كنبني على في الجمهور كي نظرا لان العدد ديالو اكثر واكبر كيبقى يتقوى، فهمتي بداك ديك كيستعرض العضلات ديال القوه على انه اكثر من عدد البوليس او من حفاظ الامن او القوه الخاصه بمنع الشغب، كيبقاو يعايروا البوليس ويتحداو البوليس. هذا غير معقول، وهذا الشيء منين جاي؟ جاي من الاباء. انا كنقول لكم مساله التربيه، تربيه هي من عند الاباء. واتونسيون وصل لي بوبليك كامل، كاين ديزانفيتخي، ديزانفيتخي اللي كيدوروا الهدف ديال التشجيع، ما يبقاش هدف تشجيع الفريق، كيولي محاوله بث الفتنه بين الجمهور والعداوه بين المغرب وبين الامن ديال المغربي وامن الجمهور. وكيديروا دي بروفوكاسيون باغ نابورت كان، موي ردوا بالكم راه نو سوم انفيتري، وكاين عندنا الناس اللي باغين ضرر المغرب، والله القسم الا كاينين. وهذا الشيء كنقراه من داكشي اللي وقع في خريبكه واللي وقع في اكادير واللي وقع في الرباط ديال الجيش، هادشي كلشي فيه كلكو شوز كي با يا دي زانفيتخي. والاناشيد والشعارات ديال لي زولترا، هادشي الدوله خاصها تدخل في هادشي وخاصها تانكادري لي زولترا باغ نابورت كان مويان ودير لهم لي ليميت. ما كاينش هادي القضيه ديال تقييد الحريات وديك الهضره الخاويه، لا، خص تقييد الفوضى الفونداليزم، فهمتي؟ تقييد. اما الحريات ما مقيداش في المغرب الحمد لله بخير وعلى خير. هادي علاش جبت لكم هاد الشهاده ديال من المعلومه وكل شيء والانيشيتيف والموتيف والموتيف، كل شيء تيجي من عندك انت، انت يا المواطن اللي باغي فعلا فعلا تسيكوريزي بلادك. واليوم بنت جيران تكريسات وغمضتي عينيك، غدا غتجيك بنتك مكريسيا. سا ناغي با كوزوطخ. واليوم الدري الصغير تحرشوا به، غدا يتحرشوا بولدك. واليوم تكريسا جارك وسكتي، غدا انت غتكريسا. شتي واحد كيجمع في مسامر وتيصايب كوكوت وما عرفتش شنو بغا يدير، وبان لك بان راه ممكن يدير شي تفرقيعه وسكتي، انت غايجي ويقولوا لك البركه في راسك من جهه هذاك السيد اللي كتعرف، ولا هذيك السيده اللي كتعرف، ولا خوك ولا باك ولا شي واحد من عائلتك. ديك الساعه غادا تضرب في جنابك وتقول امي نجي كان عليا نكون راجل وندير خدمتي. راه السي عبد الصادق شقار الله يرحمه قالها قديم، قال لك اودي رد بالك، هذه بلادك راه انت مسؤول عليها، راه انت محسود عليها. محسود يعني راه باغيين ياخذوها عليك، خصك تكون مسؤول، انت اللي خاصك تحمي بلادك. الاوروبيين ما يحشموش، حامين بلادهم، داكشي علاش عندهم الامن والامان. الدراري صغار كيسيركيلو في الزناقي في اوقات متاخره من الليل، بنية هانية، البنات كيخرجوا من 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 خدمه، من 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 سبور، من خارجين مع الكلاب ديالهم ولا الحيوانات ديالهم، تيدوروا في الغابه في نصاصات الليل مظلمه، ما خافوا من حتى شي حاجه. علاش؟ الدنيا مطوقه امنيا، ما كاينش اللعب. جيبك الله راه حكا راه كاين الامن في اوروبا، لان راه الاوروبيين ملائكه. هذيك الهضره غير حيدها من عندك، اوروبيين بشر بحالك بحالهم، زايدينك بالوعي. الا فاتوك بشي حاجه ما فاتوك لا باليدين ولا بالرجلين، كل شيء جوج جوج من الحاجه، تعاون، جوج العينين، جوج الودنين، جوج الرجلين، جوج الودن، كل شيء. ولكن حاجة واحدة باش فايتينك وسابقينك بخطوة، هي أنهم كيميتريزيو مزيان لي شوز، وكيعرفوا بأن هذه بلادهم مسؤولين عليها، ما يتسناوش البوليسي اللي بغى يجي يسيكوريزيها ليهم. هما اللي كيديروا الانيسياتيف، وهما اللي كيمشيو يتصلوا. والله الأوروبي ويشوف عليك أنت جارو، يشوف عليك ربع سميتها عليها، ما يعقل عليك، يقول لك البلاد هي الأولى، فين غنعيش انا اللي خطاتني بلادي، نعيش في القمر. واش فهمت يا سي راوتي؟ هادشي اللي كاين، اللي يقول لك من غير هادشي راه ما شاف اوروبا ما عرفها.
شكرا، تبارك الله عليك، هذه شهادة من الصديق ديالنا، وكما أن شهادة أخرى، وهذه شهادة ربما أن الأم اللي ساعدوا الفكرة ديال اللي كانوا كيعطيو، على أن هذه ديما كنقولها لكم، على أن الأمن سيتي ناباغي ولا سيتي ناباغي ريبريسيف، سلطة القمع، هذه هضرة فكرة متجاوزة، ما ديروهاش في راسكم هذه القضية. اللي فيه الفز يقفز، اللي باغي السوء في هذا البلد هو اللي ما كيبغيش البلاصه تكون فيها الامن، اللي باغي يشفر ما كيبغيش البلاصه اللي يكون فيها البوليس والجدارميه والمخازنيه والمقدميه والقياد، اللي باغي يشفر هو اللي كيبروفوكي البوليس ويضرب مع البوليس، اللي باغي الفوضى هو اللي كيسب البوليس ويضرب البوليس، هذه راه معروفه. وكنوصي الشباب ديالنا، الا شفتوا شي واحد منكم وسط الجروب يضرب شي حجره شي بوليسي ما تتبعوهش، شدوه ما ديروش بحاله، لان هذاك غير كيجركم، هذاك مزيفتينو باش يجركم لواحد الفوضى جماعيه باش ما يبقاش بوحده، او يسبوا مثلا يقول يا البوليسي يا ولد كذا، ما تمشيوش معاه. وكنهضر مع الاباء، قري ولادكم هذا الشيء، قريوهم باش كيكونوا في الجماعه ما يمشيوش مع المنحرف، لان انا كنشوف في الجمهور المنحرف اللي مقاري ما واعي هو اللي كيسير ولد العائله، هو اللي كيقول لي الو راه حنا بلاصه في الفلانيه نجي نقربلوها، ما اجي نقربلوها وهزيت السيوفه وهادين كذا، وكيديروا في سناب شاب وكيصوروا في راسهم في الستوريات، ما بقاوش كيخافوا من البوليس، ولو كيبينوا وجوههم بالجناوه طوال ديال الحولي وديال ديال عيد الكبير وديال الجزاره. هاد الشيء هذا راه تشجيع على استعراض المخاطر، وعلى ان الاجنبي كيشوف داك الشكل المغرب سي ان بيي دونجورو، والمغاربه كلهم ولاو ما كيأتمنوش لهاد القضيه هذه. بغينا نسمعوا ان ولات 20 سنه و 30 سنه الذي يهدد بالسلاح الابيض، و 30 سنه بغينا نديروا سجون خاصه بهاد الناس اللي ياكل خبزه في 24 ساعه وجبان، بغينا اكثر من الكاتراز واكثر من لاكيان ديال البابيون، اكثر من داكشي، لان هاد الناس راه جهلوا وراه ما بقاوش يخافوا لو كيضربوا. هذه صونات دالارم، صونات دالارم. وشكون المسؤول؟ راه لي بارون، الوالدين، الوالدين كينتقموا، كينتقموا من الدولة وكينتقموا من الشعب وكينتقموا من الناس اللي ناجحين، كيطلقوا ولادهم مشرملين اكسبري باش ينتقموا لهم، وكيفتخروا، كاين بعض العائلات يفتخروا ان عندهم ولد مدوز الحبس او ولد موجود في الحبس، كيهدوا به الجيران، انا ولدي راه من الحبس ندي ليه القفة، ردوا بالكم. راه هادشي راه كاين، هادشي راه واقعي، كاين في جميع الدول، ولكن حنا مبغيناش يكون هنا في المغرب، بغينا اللي دار الفوضى السجن ولي زاموند بيكينيير، الدعارة المالية، غنبيعو ليه طوموبيلتو، نبيعو له بواح حوايج، ونبيعو ليه الورث ديالو، ونخليوه على الدص، لأن يضرب المغربي في جيبو، نضربو في جيبو، أما الحبس كيبقى يضرب البنان والماربورو والجوانات والبيبا والسيجارو والشيشة إلكتريك، راه كنهضرو المعقول والقرقوبي، راه كنديرو المعقول، راه ما كنضربو حتى شي حاجة، لا أيا نخلي هاد الكوتي. الشهادة ديال سي محمد تاهو لاحظ الملاحظة اللي كنا دوينا عليها ديال الزيطوط وغاني المعارضة، سواليزون المعارضة، تبارك الله عليهم، الناس كتلاحظ، فهمتي. السلام عليكم، كما اتفقنا اول ميساج ان شاء الله غادي يكون الاخ محمد العربي زيطوط. الاخ محمد العربي زيطوط، لا تظن بان المغاربه سدج ولا يفهمون في السياسه ولا في الدبلوماسيه. انت اليوم اللي عمر هلال جاوب ممثل الكابرانات، دابا هادي باش نخلص لكم المقوله، المغاربه ويعرفوا الدبلوماسيه، يعرفوا كل شيء، عرفوا ان السيد زيطوط جاوب عمر هلال وقال ليه السفيه، ما قال ليه السفير، وقال ليه كيما انت جبتي لي كابين، حتى هما راه غادي يجبدوا لك الريف، اذا راه كيوري النظام ديالو اش كيفاش يجاوب، هو كي اوريونتي الحكومه، والنيت بالليني جبد وقال لك اودي حتى حنا شوف منطقه الريف، حنا رحنا ريافه ومع المغرب، وعاش الملك وعاش جميع الملوك ديال المستقبل. يعني وقال مسائل راه معروفة وكيفاش غادي تدبر الأمور إن شاء الله. بالنسبة للأخ غاني، مهدي غاني، أنت يا أخي دائما مهدي غاني، يا
يعني تشكر المغاربة وتقول بأنهم ساعدوا الجزائر في الخروج من الاستعمار، ولكن لما كنت مع هذاك الأخ اللي قال لك أنا ماشي أخ المغاربة وأنا عدو المغاربة، وقال لك واحد الكلمة، قال لك إذا من الأحسن نقول بأنه الصحراء المغربية، قلت لي لا، أنا لا أقول بأن الصحراء مغربية. وليه يا غالي؟ ليه ما تقول الصحراء مغربية؟ شفت بأنك أنت تفكر زيهم، يعني الصحراء أنت مثل المغربية تعمالهم غادي والله أعلم يعني. أما عن المستعمر الإسباني فهو لا يترك شيئا وراءه، وأنا شاهد على ذلك في مطار العيون، والله ما خلى غير كما يقولوا القصدير، يعني مطار كله كان قصدير، لما تجي العاصفة الرملية كله القصدير يبالك راح، بقى هذه المطار غادي شهادة ما يخلصوش. اوفيسي هذا من باب في التجربة لارمي اللي فورس ارمي قضيت رويال. من زمان، ولكن أنا عايشته، يعني كنت في العيون في السبعينات، في آخر السبعينات، وشفت هذا بعيني يعني. حتى أؤكد لك ما أقول، بأن الإسبان لا يتركون شيئا وراءهم، لا يخلوا لك ولا شيء. مازال الفرنسيين يخلوا طرقات، يخلوا بنايات، أما الإسبان والله لا يتركون شيئا وراءهم بالمرة. وديك النكتة ديال الأفوكا، ماشي حنا كنقولوها لكم باش ننقصوا منكم باش نتشفاو فيكم، وإنا غير نبهوكم فين وصلوكم الكبرنات ديالكم التصرفات ديالهم، انكم هاد جوج الشباب السياره فخمه وكل شيء، يعني غادي يقدروا يكونوا بين قوسين من قنصليه ولا من السفاره ديال الجزائر، وما عارفينش لافوكا. الو، الا خديتي في المغرب، افقر انسان في المغرب يعرف لافوكا، حتى لا كان مات بين قوسين ما قدرش يشريها، ولكن المهم تيعرفها. نتوما فين وصلت بكم انكم لافوكا ما تعرفوش؟ يعني هذا ماشي غير لافوكا، يعني بزاف فواكه ما تعرفوهمش. علاش؟ علاش؟ بغينا انكم تنبهوا، نفيقوكم، تفقهوا شويه بانه نشوف فين وصلوكم السيستم، فين وصلكم. هذا هو اللي مهم عندنا حنا، ماشي هذه القضية ديال لافوكا. سي فري، نزلوا دي الجيريان طوموبيلا بيان بلاسي ان فري فواتير دو لوكس، ونزلوا عند ملك الكروسه وشراو عده فواكه. وراك عارف الكروسه حنا عندنا فيها الكيوي، فيها الكانتالون، فيها البوباي، فيها الاناناس، فيها الكاكي، فيها لافوكا، فيها السويله، فيها عارف كاع الاغلبيه دي معروفه، فيها المونك. هادشي ولا عندنا عادي في المغرب، هادي فروي اكزوتيك ولاو عندنا عاديين بلا افتخار بلا والو. نزلوا دي زالجيريا و كيسمعوا المغرب كيهضر لافوكا لافوكا، قال لي لافوكا كيفاش كتكال وشنو كدار وكيفاش، اذا ما عارفينهاش فهمتي، وحيت ما عندهمش. وهنا رحنا لو دوزيام بروديكتور ديال لافوكا في العالم، بيانتو نو سورون بخومييي، الاولى هي اسرائيل. وشي مغاربه قالوا لي لا ما تفتخرش بالافوكا، راه كتاكل الماء بزاف كذا. جاوبته قلت له ودي راه كتاكل الماء، ولكن راه كتجيب لنا دوفيز، راه كنبيعوها بالثمن، راه كندخلوا بها دوفيز، وحنا محتاجين الدوفيز الفلاحه ديالنا. راه عندي لي فيديو سيرتو ديال المغاربه كنحييهم، وبالخصوص من كندا ومن فرنسا ومن المانيا، من السوبر ماركت، البضائع المغربيه، السلعه المغربيه مشتة، حتى في اوشون في فرنسا السلعه المغربيه موجوده وباثمنه طالعه. اذا المغرب راه كاين. اذا كنحييكم، الا قلت لكم انايا على قبل المعارضه صافي لونتون كنقول لكم المعارضه ديالهم هي شكليه. اليوم دوينا مع المعارضه وتلاو، انا شفت هشام عبود في كافي ديال كازابلانكا كازابلانكا فهمتي، ويلا بيان في المغرب جايين، ولكن ما عطيته المغرب ما عطيش شي نافذه منين يدوي ولا شي حاجه. ولكن حنا ما كنتسناوهش يعترف لنا بالصحراء، صحراء مغربيه، من التي نقول لكم صحراء مغربيه. أول هذا قال الصحراء المغربيه، قلتها كاع الميريك. تسناو حنا عبود، ولا تسناو غاني، ولا تسناو زيطوط، ولا تسناو عبد السمار، ولا تسناو لا، حنا هادو قالوا. ولكن الاخرين اللي تابعينهم المغاربه ومابونين عندهم يقول ما ودي علاش ما كتقولوا الصحراء المغربيه؟ واش كتخافوا من الكبرانات؟ راه الصحراء مغربيه صاحبي، راه الصحراء مغربيه، وقراو في المدارس، في المدارس الجزائريه من الصغر، من الابتدائي، على ان المغاربه تكرفسوا. عاودت لكم الاطروحه على ان المغاربه
تعداو على بوليزاريو، والنهار اللي المغرب دار المسيره الخضراء سبقوهم القوات الجزائريه لامبي لارمي ناسيونال بوبيلار مع بليزيوغ مرتزقه من ليبيا من تشاد من فنزويلا من كوبا من روسيا من فيتنام من اي قنت، وسبقوهم وداروا التوني ديال المغرب، لبسوا الزي العسكري المغربي، والهليكوبتر دايرين فيها اللوغو المغربي داك التاج، وبقاو كيضربوا صحراوة بالنابال، وصحراوة كانوا كيعتقدوا على ان المغرب هو اللي راه كيضربهم بالنابال، بينما هادو كانت هليكوبتر مروحيات جزائريه وملصقين فيها لا ميزون سان، وشاف شهود عيان هذيك الطائره وهذيك المروحيه، كيقول راه المغرب هربوهم دخلوهم، وكاين اللي اختطفوهم من بعد عدد كبير ديال الصحراوة، تم الاختطاف ديالهم لان الصحراوة كيعرفوا الطريق احسن من المغاربه في الديبار المغربي، تم بعد خداو التجربه تاقلموا مع داك الشيء. في الاول كانوا الاختطافات والذبيحه، كانوا يذبحوا المغاربه وكانوا كيختطفوا، في الاول كانوا كيديروا هذا الشيء، والمغرب ما كانش كيدوي لان لم يريد ان يروع الوضع في المغرب، ولان المغرب عنده علاقات دوليه وعنده سياحه وعنده بزاف الامور وعنده الشعب ديالو، ما بغيش ينوض على ان المغرب هو في حاله حرب خطيره جدا، وعلى انه كيهجموا كيقتلوا كيذبحوا، في ان داك الشيء كان واقع، ولان كيعاودوها لي انا الميليتار اللي داروا السيرفيس ميليتار الجيريا، وتاكدت منها مع الجنود المغاربه من بعد كي دخلت للمغرب. هذوك اللي كان كضربهم الجزائر بالطائرات وكل شيء كانوا كيهربوا، وكيدخلوا جنود اخرين لابسين الزي الجزائري وكيهضروا باللغه الجزائريه، كلهم هربوا كيهربوهم، هما راه بزوج جزائري اللي كيقتلهم السلاح والجلاد الجزائري، ولا كيهربهم جزائري، المغاربه مازال ما وصلوش لديك المنطقه، بداو كيهربوهم وجمعوا اكبر عدد من المواطنين المغاربه، وقال لهم هانتوما شتوا راه المغرب كان كيضربكم بالنبال، وفعلا دوزوهم في الاعلام ودوزوهم وداروا واحد، انا كنت في الجزائر ديك الساعه والاخبار، وفي ما مشيتي تلقى الصور ديال البوليزارو، فين ما مشيتي مشيتي للجامع المدرسه السينما مع لي زافيش، مع دوك لي بتيت زافيش ديال السينما ديال البروشين مو ديال لا سيمين بروشين، حاطين البوليزاريو الصحراء ديالهم، وزايدين حتى التصاور ديال الحرب الفيتنام ولا دوزيام كار مونديال، ومقادينها على ان هذاك الشيء وقع في الصحراء. الشعب ديالهم ما عارفش جزائري، الله غالب ما عارفش، كيقول ان المغرب دولة اجرام ودولة ضد الانسانية كتقتل في البشر، بينما هما الجزائر اللي كان دار الزي العسكري المغربي، والهليكوبتر فيها التاج المغربي اللي هو اللوغو ديال 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 التاج ديال المغرب، الاعلام ديال المغرب، الله الوطن الملك، وكيقتلوا بوليزاريو في الصحراء ديال الساعه، كان عند ما كنسموهش بوليزاريو، المغاربه، والمغاربه كانوا يعتقدون على ان هذوك اللي كيقتلوا مغاربه، وعلى ان اللي كينقدوهم جزائريين، بينما الطرفين هم لامبي لارمي ناسيونال بوبيلار. هذه حكاها ليا دي زوفيسي بيان بلاسي في العسكر ديال الجزائر، قال لي كان ما عارفينش انا واحد النهار ندخل المغرب ونعاود هذا الشيء، وانا براسي ما كنتش ناوي واحد النهار نعاود، وما كنتش كنظن ان نوصل لهذ الدرجه، كنت كنظن المشكل غادي يوقف. ساعة الجزائر الى يومنا هذا غسلت لهم دماغهم، والجزائري فعلا يعتقد على ان المغرب قتل ودخل كيقتل الصحراء، وهي راه ما كايناش، هي مسرحيه، هي دحدوحيه كما عاقوا بهم الجزائر اليوم، ولاو لي ريزو سوسيو ولاو كيعيقوا بهم، والجزائر خدمت هذه السينما ومن بكري مولتها فلوس صحيحه وروجتها عبر العالم على ان المغرب دوله مجرمه ودارت الجينوسيد القتل الجماعي، وهما ما كانش اللي كيهضر لهم على القتل الجماعي اللي قتلوا 250 الف جزائري واختفوا عن الوجود، ما عارفين لا مقابرهم ولا جماجمهم ولا جثث ديالهم فين محطوطه. اذن هنا مش بنادم يرد البال، راهم فورماطاو الشعب ديالهم 40 مليون فورماطاو على المغرب قتال والمغرب مجرم، وعاد قررهم على ان المغاربه ملك للملك، ان المغربي ليس حر، انه عبد للملك، هذه كيقريوها لهم من الصغر، كما كيقريوها البوليزاريو، كما كيقريوها الشباب المغربي اللي ولا عند البوليزاريو، كما كيقريوها للشعب ديالهم، كما قراوها لنا حنا المغاربه اللي كنا في الجزائر عايشين، على اننا المصطلح ديال الشعبيه العزيز، كيقول لك راه كيقول لكم الشعبيه العزيز هي غنمي غنمي، انتم راه شعبه، قال لك علاش ما كيقولش ايها الشعب العزيز، ايها كذا، ايها فهمتي، بحال اللي كيدير كيقارنوه بوخر وبومدين. الفكره هذه مروجه لهم في دماغهم، كيقول لك حنا ملكا للملك، ملكا للملك، ستادير نو سوم اون بروبريتي دي روا، بحال ان تروبو، هذا هو الخطا اللي مركبينه اليوم، وكيعتقدوا ان المغاربه دايرين بحال هذا، وحنا اون با بوزوان، ما محتاجينش ليهم يعرفونا واش ننتميو للملك ولا حنا كنبغيو الملك ديالنا وكنطيعوا الملك ديالنا وكنبوسوا يد الملك ديالنا، ونحن لسنا ملك لاحد، نحن عباد الله، نعبد الله ونحب ملكنا وكنحترموه وندافعوا عليه، ونو سوم فيدال اوفياء لملكنا، والامه المغربيه
الأمة المغربية لا تحتاج إلى الاعتراف الجزائر بالصحراء المغربية أو منينيا أو سبتة مغربية، نحن قادين بشغلنا ونحن عندنا 14 عام ديال الوجود، 14 القرن بليتو، 1400 سنة وما أكثر من الوجود، من حسن الجوار مع جميع الدول، من نشر الدين، من نشر الأخلاق، من نشر حسن التصرف، من نشر كل ما هو جميل المغرب نشره. وهذا من شر ما خلقت بنانا به الاستعمار الفرنسي، وهو من شر ما بنانا الله في الجوار. هذا الشيء اللي كاين، وكنشكر كل شيء، لان عندي بزاف المراسلات ديال الواتساب، وكنقول المغاربه اتونسيون اتونسيون، راه كاين بيناتنا المرويجين للفتن، راه بنادم كيماركي بيت كيعطيو ليه العلم ديال فلسطين، زعما ديك بروفوكاسيون، ويربيونا واحد الفورماطاج ديال الجزائريين ظالمه ومظلومه. حنا ما باغيش الشعب ديالنا يتفورماطا، بغينا الشعب ديالنا يبغي بلاده في الكره، ما يدخلش السياسه، بين الشعب ديالنا يحاول يبين راسو على انه حتى هو يشبه القراقير. نو زافون غيان افواغ افيك سا. غزه، انا بالنسبه لي غزه قبل ممتازه، وبني مسكين قبل ما فلسطين. فلسطين عندها موليها، عندها الناس اللي مختصين بها، ماشي انا نجي اليوم انايا نهز خلي العلم ديال المغرب، تظاهرة عالمية نهز انا الدرابو ديال دولة اخرى. وهما الدرابو ديالهم راه عاودت لكم القصه، السيده مشات مع صاحبتها كيدوروا غاديين في الميريكان غاديين، ودايره درابو في الطوموبيل، فين ما بان لها شي تجمع كيما كان كتخرج كتوقف الطوموبيل تخرج تهز درابو ديال الجيري وكتصور به وكتدور واحد الكاميرات باش يشوفها، فين ما عنده حتى علاقه، ما عنده حتى علاقه بالدرابو ديال كيس كي كو في درابو الجيريان. المهم مفورماتين مربين على العالم ديالهم يبينوه باغتو، وحنا بغاو يلصقوا لنا نهمشوا العالم ديالنا، الدرابو ديالنا افون تو ضربوا اتين. والوالدين ربيوا ولادكم اللي كيمشيو الملاعب، راقبوهم، والقاصرين خاصهم يمشيو معهم والديهم، ولا يكون داكشي مزموط الزمط. وبروبوزينا شحال من مره ان التقطاع يكون بلا كارت ناسيونال بالسميه، سي با ديفيسيل، كما كتقطع في التياسي بسهوله وتقطع بار ابليكاسيون وتسنى ريزيتو، حتى هذاك راه لا كارت مقطع لك ولا سميتك، النمره بلا كارت كتكون في البيي، هذا خصو يدار عاجلا. هناك الناس الذين يديرون شرا بالبلد. بارك الله عليكم، وشكرا، شكرا لمحمد، وشكرا اللي زبطوا ديك الشهاده ديالهم بار واتساب. مازال نجيب لكم الشهاده ديال السيد اللي حضر لافير ديال عبابول، اللي قتل جوج ديال لي جينيرو داخل القصر ويقلب على الملك باش يقتلو. هاد الدوله هادي حاضيها الله وحافظها الله وحافظينها الشرفاء. تبارك الله عليكم، بون جورني.